انا مش نقلاكي من الفصل بتاع البت دي قبل كده، وقلت لك على لا تقربي منها متر. انتي ايه؟ انتي كمان بتشيتي معاها والحصه شغاله؟ اقسم بالله ولا شيت ولا هببت حاجه، ده هي اللي بعتت لي اغنيه على الساوند وانا اصلا ما فتحتهاش حتى اشوفي بنفسي. انا لا هشوف ولا هتنيل. لو كنت قد وعدك ليا كنت عملت لها بلوك على كل حاجه. يا ماما بس انا ما شفتش منها حاجه وحشه. بس انا شفت وسمعت من قليل من المدرسه الثانيه بسبب سوء اخلاقها. خلاص يا ماما انا اسفه، انا هعمل لها بلوك على الواتساب وفيسبوك وانستجرام. اهم حاجه انت ما تكونيش زعلانه مني. لا حول ولا قوه الا بالله. يا بنتي حسي بموقفي، انا لسه منقوله بس من 6 شهور. حسي بموقفي في الاداره وفي المدرسه هنا، انا لسه حتى ما قيموش ادائي. بلاش انا يا ستي، غيري من اخواتك كانوا قاعدين على نفس الديسك بتاعك وكل المدرسه بتحلف باخلاقهم. لا دي بقى حقيقه فعلا، كل المدرسه بتحلف باخلاق فوزي. لا 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 ارجوك ما تفهمش غلط، فوزي ده مش ولد، دي فايزه نمره 2 في عنقود العنب، واجمل بنوته شافتها كليه الحقوق من ايام السنهوري باشا. بس هي الوحيده اللي معترضه على الوصف ده، او تقريبا هي معترضه على كل حاجه، عشان كده اتشهرت باسم فيتو، رمز الاعتراض الدولي. خليكي في حالك انت يا مريم وما تتدخليش، الحوار ده ما يخصني انا. يخصك ازاي؟ يعني انا غلطانه ان انا حكيت لك؟ لا انت غلطانه اصلا انك ما رفعتيش الجزمه وضبيتيها فوق دماغه، مش جايه تعيطي لي وكمان بتحوشي عنه. يا ستي انا لا بحوش عنه ولا زفت، انا بس مش عايزه قلق وفضايح في الكليه. مريم انت لو قلت كلمه فضايح دي تاني انا هرقعك قلم هفرج عليكي الجامعه كلها. معلش هي عنيفه شويه، بس طبعا مش محتاجه انبهك انك لو قلت لها يا فوزي هتتشلوح من رقبتك. هديك شايف المنظر بنفسك وتقدر تتخيل اللي هيجرى لك. مفيش الكلام ده، ولا تقدر تعمل اي حاجه ولا اي. انا المخرج هنا وانا اللي اقول مين اللي يلعب الدور ومين اللي تروح بيته. ايوه بس انتوا بقالكوا شهرين شغالين بروفات، والعرض خلاص كمان كام يوم، واسمها وصورتها نازلين في البامفلت. هيتغير النهارده، هحط صورتك مكانها. لا مش ممكن، سامي حتى بتتكلم بجد؟ هي البنت دي مروشه ولا ايه؟ هو الكلام ده في هزار؟ في هزار الكلام ده؟ بصي انا فكرت كتير وحسيت كده واتاكدت ان مفيش احسن منك يلعب الدور ده. بصي انا هخليكي نجمه الجامعه. لا بجد انا مش مصدقه، انا مش مستوعبه الفرحه، حاسه اني خلاص هقع من طولي. لا استني يا حلوه ما تعيش من طولك دلوقتي، بكره تاخدي قفا يكفيكي على بوزو. ايه ده انت بتكلميني انا؟ واحمدي ربنا بقى انه بعت لك حد يحذرك، بدل ما تغرمي تمن التذكره اللي هتدفعيها في مسرحيه الباشا. تمن ايه وتذكرتي؟ انا مش فاهمه حاجه. وهو انت يا حلوه مش عارفه المخرج المحترم سحب الدور من اللي قبلك ليه عشان يديهولك؟ وانت مالك انت؟ لا ده مالي ومالي ومالي ومال الجامعه كلها يا شاطر، وكل لازم يعرف ان سامح متحرش وتحرش ببري في قاعه البروفات وسوقها عشان تكمل معاها المسرحيه. بس بقى فيتو كفايه. لا مش كفايه، وعايزاه كده يقول قدام كل الناس دي ان الكلام ده ما حصلش. سامح انت عملت كده فعلا؟ يا بنت انت هتصدقي الكلام المجنون ده؟ دي بنت سافله وناقصه رباعي. تصدق فعلا؟ طب ينوبك صواب معلش، ممكن توريني الرباعي دي شكلها ايه؟ ماشي.